جلسة لها أهمية خاصة وكبيرة، حيث شهدت مداخلات عدد كبير من الأخوة النواب وملاحظاتهم، وكل يدلي بدلوه وكل يدافع عن محافظته وعن استحقاق جماهيره. هنالك مداخلات كثيرة وملاحظات كثيرة من قبل عدد كبير من النواب. ما يهمنا حقيقة النواب محافظة البصرة هو استحقاقات محافظة البصرة بصورة أساسية، حيث يبلغ استحقاق هذه المحافظة وحسب الموازنة الموجودة ما يقارب التريليونين دينار عراقي، وهذا المبلغ قليل جدا حقيقة ولا يمثل تطلعات كبيرة لأبناء محافظة البصرة. أيضا شهدت اجتماع لأعضاء مجلس النواب عن المحافظة واللجان النيابية، لجنة النفط والغاز ولجنة الكهرباء، كل يدافع عن استحقاقاته وعن تصوراته المستقبلية بما يخدم وضع الوزارات ووضع المحافظات، والتي تصب جميعا في صالح الجمهور والشعب العراقي. هذه الموازنة حقيقة لها أهمية كبيرة كونها تمثل 3 سنوات قادمة. هناك عدد كبير من المشاريع التنموية الكبيرة والعجز الموجود حقيقة وكيفية معالجته. نتمنى أن يصل الجميع إلى استحقاق وإلى استقراء كامل لكل الملاحظات الموجودة وإضافتها. هنالك العديد من الأمور المتوقفة مثل تعيينات مهندسين نفط، وكذلك التعيينات في دوائر الدولة أو فروقات الحشد الشعبي العديد، وبالنسبة للمتقاعدين أيضا زيادة في رواتبهم، الكل يطالب وبسلم الرواتب. هناك لجنة مختصة في هذه الدراسات. هذه المشاكل يجب حلها من خلال هذه الموازنة أو وراء الموازنة بفترة قصيرة، لكي نصل إلى أمان واستقرار في الشارع العراقي وفي الاقتصاد العراقي، والكل يشرع بالتقدم والتطور نحو الأمام. محافظة البصرة تحتاج إلى مزيد من التخصيصات المالية لكي تنهض بمشاريعها. هنالك عدد كبير من المشاريع التنموية والنهضوية والبنى التحتية الكبيرة. البصرة يعني مقبلة على ثورة عمرانية كبيرة إن شاء الله، لا بد من وجود تمويل حقيقي وتمويل كبير بما تستحقه محافظة البصرة وتعرضها للغبن والظلم طيلة الفترات السابقة، وتمثل السلة الغذائية الكبيرة للعراق. 90% من موازنة العراق لا يمكن أن تكون موازنة تمثل فقط 1% من مجموع الموازنة الاتحادية. ندعو الحكومة أو الجهات المختصة واللجنة المالية خصوصا إلى إعادة النظر في موازنة البصرة وإضافة مبالغ كبيرة أخرى لغرض تنفيذ المشاريع التنموية القادمة.